نشاطات الجماعة ابتدى حتى خارج الوطن في دول أوروبية مثل ألمانيا، لوكسمبورغ وباريس، لتكلل العملية مجهودات عناصر الفصيلة طيلة 6 أشهر بوضع حد لها، مع إيقاف 14 شخص متورط واسترجاع 23 مركبة منها 16 مسروقة و7 كعائدة للسارقات التي اقترفتها الجماعة، مع حجز مبالغ مالية بالعملة الوطنية والعملة الصعبة ووثائق إدارية مزورة منها الوثائق الرسمية وطنية ووثائق أجنبية.